اطمن عليه لان انت هتطلع من المزرعه، من باب المزرعه هتبقى انت المسؤول. اتفقنا ان احنا مش هناخد فلوس. رد الراجل قال لي يا ابو نور لا يلا خد. شاطر يلا تعالى خد. شاطر اقعد يلا. برافو يلا اهو. شاطر 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 اقعد يلا. برافو سلم سلم. شاطر تحت تحت. برافو شاطر يلا موت يلا موت. شاطر 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 شاطر. تعالى شوية على هنا. شاطر شاطر اقعد يلا يلا اقعد يلا اقعد يلا اقعد يلا. برافو شاطر سلم شاطر يلا تحت 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 يلا تحت 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 يلا تحت يلا. شاطر شاطر يلا موت. ها ها يلا يلا. شاطر شاطر برافو. تحت موت موت يلا يلا موت موت. برافو يلا راح. لا تحت 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 تحت. برافو يلا يلا موت يلا موت. شاطي 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 شاطي. خد برافو يلا موت موت. شاطي 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 برافو. تعال يلا راح خلاص يلا راح. شاطي سلم تاني. ها يلا برافو يلا تحت موت يلا يلا موت يلا موت موت. شاطي 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 برافو. وقف يلا اقعد يلا سلم. احسن احسن تحت يلا يلا تحت تحت رقم. ها برافو يلا موت موت يلا يلا. شاطي شاطي جدع جدع جدع. تعالى تاني تعالى لي هنا اقعد يلا سلم يلا سلم. ها سلم تحت 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 يلا يلا تحت. شاطي موت 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 موت
سلم سلم شاطر
جدع. لا موت، لا موت، موت. شاطي 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 شاطي، يلا فوق. شاطي برافو، تعال تعال اقعد، يلا سلم برافو. شاطي تحت، يلا شاطي برافو. شاطي تحت تحت، شاطي موت موت برافو. موت يلا موت، احسن. لا ثابت ثابت، تعال شاطر راع، تعال يلا يلا برافو. شاطر شاطر، تعال شاطر احسن. يلا تاني، واحدة واحدة كده، ايوه كده مؤدب كده، يلا تعالى. شاطي شاطي برافو، يلا كمان معايا. ها ها يلا تعالى. سلم سلم يلا. ها سلم، شاطر شاطر، سلم سلم يلا يلا سلم. شاطي برافو، موت 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 موت. شاطي لا موت موت، شاطي موت يلا. ها شاطي تحت تحت موت، يلا تحت. شاطي موت 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 موت، شاطي ثابت ثابت. شاطي احسن، عايز موضوع. خش تاني يابا كده يا عم، انا مش وقت طاعة، انا مش عايز طاعة. شاطر 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 شاطر، جدع جدع. ها ها ايوه كده ايوه كده. ها شاطر 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 شاطر، اول ما اخش عليك اجي. ها شاطر دراع، يلا خش. شاطر شاطر يلا. ها ها برافو يلا. ها شاطر 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 شاطر
شوت 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 بنقول تاني وتاني طبعا الكلب ده بدا ان يفهم في الطاعه. الكلب ده كان مهيبر جدا وفي نفس الوقت كان لاعب جدا جدا، مفيش لا اقعد ولا اسلم ولا عنده اي خلفيه بالحاجات دي كلها. مشكلته بقى معانا في الشراسه، خواف لدرجه ما حدش يتخيل. طبعا احنا اتصلنا بصاحبه والراجل متقبل الموضوع وقال حاول بقدر الامكان، بس طبعا عرفنا صاحبه ان الشراسه عنده وحشه خالص. تمام، بس في نفس الوقت هو الكلب في الطاعة بدأ ان يتحسن وبدأ ان يكون احسن يعني. يلا بقى، لا شاطر شاطر، اقعد يلا، برافو، سلم، شاطر، برافو، راح يلا تحت، شاطر، موت يلا، برافو، احسن يلا موت، شاطي شاطي شاطي، برافو، احسن، راح سد، لا لا سد، لا لا سلم، شاطي تحت يلا، لا شاطي زي ما شاطي شاطي، لا لا اقعد تحت يلا تحت شاطي تحت. مشكلته بقى معايا ان هو مع انه بينفذ الاوامر وقت كده بتلاقي دماغه مش فيها نسبة غباء. تمام يلا تحت شاطي شاطي، يلا يلا برافو 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 شاطي، لا شاطر، حاول ان انا
خطير. بيكبر دماغه. سل يلا سل. ايوه كده شاطر. تحت بقى تحت بقى. والله ما انت واكل غير لما تنفذ بالحب. يلا يلا تحت تحت. ايوه كده. يا نهار اسود اقسم بالله العظيم فاه. اقسم بالله العظيم فاه. اهو عايز بال طويل. تعال شاطي. يلا سل يا عم. محسسني ان انت عليك ذنب. سل شاطي. يلا تحت تحت. لا اله الا الله يا رب. تعال. يعني انت فاهم وبتستعبط عليا. هد دراع في ايدك. هد دراع في ايدك. هد دراع في ايدك كده وخش نفس الموضوع كده بنفس الكربات سريع كده وما حاول تجرب منه. شوف رد فعله هيمسك ولا لا. يلا يلا. ها اهو راجع ورا. اهو خش كده خش كده. اهو 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 هيموت نفسه عشان خايف من الدراع. هيموت نفسه في الكلب اللي جنبه. الله كده كده طبعا من بعيد بيشتغل اهو. تمام. هات لي بقى دراع تاني كده. يلا دراع تاني كده وريني. انا مش عايزه يرجع ورا. طبعا ده خوف في الكلب اهو. بص 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 ده يلف ازاي. بص 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 بص. يلا يلا حاول تمسكه. ايوه ها 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 شاطي. خش خد الدراع كده من نفسك هتاخده. طبعا انا ربطه كده علشان الكلب ما يلفش. تمام عشان ما يرجعش ورا. اهو ثانية واحدة نديك الدراع. خش معاه شغال. ما تمسكوش على طول. بص اول ما بيشوف الدراع بيتكهرب. يلا اه ايوه ما تمسكوش على طول. ما تمسكوش. ايوه يلا غايب معاه. ايوه كده شاطر.
ده بيفقد حاجه في دماغه، في حاجه غريبه. شغال كويس يا هوا وعايز يخش، شويه يجي خايف مره واحده. ده في حاجه غريبه في دماغه، في حاجه غلط، في حاجه بتروح منه، في ممري بيسقط، في جيجه عنده بتقع، حاجه غريبه يعني. ركزوا معانا كده، خش. ولا هنا هنا خايف، هنا قلبه جبت، هنا قلبه جبت. حالاتك في حسب مزاجك. سريع. طبعا اول ما جه الكلب ده كان بيترعب من خياله. خش. بص بقى اول ما شاف، استنى اقف مكان. بص اول ما شاف الدراع، بص اول ما شاف الدراع، في ايه؟ في ايه؟ خش كده. شاور بيه، شاور بيه وارجع ورا، ما تجبس عليه. شاور بيه وارجع ورا، شاور بيه وارجع ورا. اه اه كده. ليه؟ مش عارف. خش خش خد. شد دراعك، خش تاني. شاطر، يلا خش. خش خش. ادف ادف. شاطر شاطر. خش خده كده. عشان نعرف كان معمول معايا عند صاحبه، اقسم بالله العظيم استحاله ما هنعرف. ده معمول معاه حاجه من هو صغير، معمول معاه حاجه، حد كان بيحاول يعمل يدربه في حاجه، اقسم بالله العظيم ما هنعرف، وعمر ما حد هيديني الكلمه المفيده. خش. عايزك المره دي تغير معاك. يلا. وما تمسكوش الا لما نقول لك. ليه مرعوب؟ ليه مرعوب؟ انت مسكته من شويه. ايوه غايب معاه، غايب معاه. غايب معاه، غايب معاه. اه 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 تاني 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 تاني. يلا اه اه. شوت 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 شوت. سيبوه سيبوه. ايوه كده. خش خده. شاطر سن، شاطر. هنا راح. يلا. خش تاني. يلا. تعال يا باشا، تعال كده لحظة. ايوه ايوه يا باشا. اسم الكريم ايه؟ محمد. اسمي احمد. احمد. تعال ابو حميد اطمن على الكلب. تمام. ما بيعضش ولا حاجة. اطمن على الكلب.
طمن عليه. بص يا احمد، يا احمد بص بس افهمنا عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. بص عليه متعور متخربش، في حشرات مش نظيف، الحاجات دي كلها اطمن عليه، لان انت هتطلع من المزرعه، من باب المزرعه هتبقى انت المسؤول. اطمن يا باشا على الكلب. انت طبعا هتروح من هنا لحد الشرقيه والكلب ده في صندوق عربيه في الحر. طب انت هتقف في السكه تشربه؟ ثواب لله. بس بقى هتقف في السكه تشربه؟ اشرب ازاي؟ نسيت ازاي ده؟ بأي هنديك انا من عندي اي حاجه تشربه فيها في السكه. ماشي يا عم. تمام؟ نوبك ثواب لله، ده مشوار الشرقيه جامد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل المتابعين في كل مكان. طبعا الكلب ده كان جاي لنا من الشرقيه. كان جاي ياخد طاعه وحراسه. الكلب اشتغلنا معاه طاعه الحمد لله تمام التمام، وبعتنا لصاحبه كل مقاطع الفيديوهات اللي احنا شفناها واحنا شغالين معاه تمام. وفي الفتره الاخيره طبعا اتصلت بصاحبه قلت له الكلب ده مش هينفع شراسه، الكلب ده بيخاف جدا جدا جدا، وده بناء ان ما كانش عليه رعايه قبل ما يجي يعني خالص، يعني ما كانش فيه اهتمام خالص تمام بيه. ف كل اللي هو عامله معانا في الشراسه ان هو بدا ان هو يهوى على اللي قدامه، بدا يعمل دخله خفيفه، بدا ينطق، انما كماسك دراع كماسك حاجه زي كده طبعا ما نفعش. فاتصلنا على صاحبه قلنا له المبدا الامر فيه 1 2 3. الراجل طبعا راجل شخصيه محترمه وراجل متقبل الكلام ده تمام. وطبعا انا مش هنقول حاجه الا لما نكون متاكد منها، عشان ما ينفعش ان واحد ياخد كلب من عندي يطلع يروح بيه مزرعه بره والكلب ما يشتغلش، فلازم نبلغ صاحبه. قلت له الامر كذا كذا، قال لي خلاص يا منور اللي انت شايفه. فطبعا هو دلوقتي بعت لنا ياخد الكلب، فاحنا برضو صاحب الكلب ما جاش يستلمه، فاحنا بنسلم الكلب الراجل المحترم ده تمام قدام الكاميرا، علشان اي كلمه او اي حاجه مثلا ان الكلب فيه اي مشكله في اي حاجه هيكون الراجل ده اللي ملتزم بيها قدام ربنا تمام. عشان طبعا نبقى كلامي صريح معاك، انت الكلب تمام التمام قدامك، اطمن على الكلب، في حشرات في حاجه؟ ليه وانا ما اعرفش حاجه يا باشا؟ بص عليه. ما انا هبص. مش انت اللي كنت جايبه؟ انا مش شايف حاجه. انت اللي كنت جايبه برضه؟ انا بقول لك مش شايف حاجه. ايوه اللي كنت جايبه ده. طبعا الراجل ده اللي كان جايبه يا جماعه. ربنا يبارك لكم فيه يا باشا. تحياتي ليكم وتحياتي لكل متابعينا. ومع الحوزه الراجل الكلب ده زي ما قلنا اتصلنا بالراجل في نص المسافه قلنا له الكلب مش هينفع شراسه، وما ينفعش ان انت تدفع فيه فلوس شراسه، حرام لما تدفع فلوس، يعني اتفقنا ان احنا مش هناخد فلوس. رد الراجل قال لي يا ابو نور لا كمل على قد ما تقدر وحاول ان يتغير. قلت له ده هيبقى على مسؤوليتك الشخصيه. الراجل باحترامه وتقديره قال لي ما عنديش اي مشكله. حاولنا معاه مره واثنين وثلاثه واربعه كمحبه في صاحب الكلب، والله العظيم يعني ربنا وحده عالم، الكلب بيخاف جدا بس هو عايز ياكل عايز يشرب. ادانا الطاعه طبعا بالعافيه، كمان كان متدلع جدا ولعب جدا تمام. في الشراسه ميح خالص. دلوقتي ربنا يا رب توصلوا بالسلامه باشا ويبارك لكم فيه. تحياتي لكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين، تحياتي لاهل الشرقيه، والسلام عليكم ورحمه الله.